شكرا. في جلسات دايما تحضيرية ونقاش يتم قبل بداية الجلسة الرسمية، كان في نقاش مستمر ما بين المشاركين، كانت بتشارك فيه الدكتور منى والأستاذ إبراهيم بشكل مباشر عن فكرة أهمية التشريع وأثر هذا التشريع على المجتمع اللي بيخاطبه وبينظم ممارساته، وده اللي أنا بسأل عنه الأستاذ إبراهيم عيسى عن أهمية التشريع وأثره. أشكرك جدا أستاذ شريف. طبعا النهاردة مشهد أظن أنه مشهد تاريخي ولحظة شديدة الأهمية، أنه إطلاق الحملة أو إطلاق الوثيقة والاستراتيجية لحقوق الإنسان، أعتقد أنها خطوة وأتمنى أنها تكون قفزة تساوي وتوازي القفزات في مجال التنمية والإنشاء والإنجاز والمشروعات اللي بتشوفها مصر والدولة المصرية. أعتقد أنه في هذه اللحظة يكاد يعني الجمهورية الجديدة تحقق ما وعدت به الجمهورية الأولى ولم تفي به، وهو إقامة حياة ديمقراطية سليمة. فالحياة الديمقراطية السليمة اللي هي منطلقها ولا شك ومبدأها ورسوخها الحقيقي بقيم حقوق الإنسان، مش بس قوانين حقوق الإنسان، إن القيم تبقى موجودة في المجتمع وموجودة بشكل كبير في مؤسسات وكيانات الدولة. الحقيقة مهما كانت الأهداف نبيلة ومهما كان التشريع عظيما، إلا أنه الفرق بين يعني سقف التشريع وأرض التطبيق بيبقى مشكلة حقيقية في واقعنا. إحنا بنلاقي أحيانا أنه هذه القوانين والتشريعات على نبلها وعلى مقاصدها العظيمة، هناك ربما جهات أو هيئات أو أطراف في مفاصل المجتمع بتفرغ هذه القوانين من معناها ومن ويعني تعمل محاورة ومناورة وإفراغ للمضمون، فإذا بها تتحول إلى يعني حالة ورقية وليست حالة واقعية. النقطة الثانية إنه الحكومة ليست هي مصدر التشريع، هي اللي بتقدم مشروعات للقوانين. مصدر التشريع هو السلطة التشريعية، والسلطة التشريعية برلمان ومجلس نواب، فيه يعني توازنات وفي ضغوط وفي نفس الوقت يعني قوة تختلف وتتفق. هل كل هذه القوانين وكل هذه التشريعات في حاجة إلى قوة تتبناها، قوة تشريعية داخل البرلمان، قوة تملك الإيمان بهذه الاستراتيجية وتملك الإيمان بتحويلها إلى قوانين؟ لأنه إحنا لنا تجربتين سابقتين، الحكومة تقدمت من فترة بقانون للجمعيات الأهلية بتوافق يكاد يكون مدهش ما بين الحكومة وبين المجتمع المدني، ففوجئنا بالبرلمان بيقدم قانون مغاير تماما، موضع اختلاف وموضع جدل، حتى أن يعني الذي أنقذ الموقف هو تدخل كريم وكبير ومهم وتاريخي من الرئيس السيسي، فأعاد يعني لم يصدق على القانون وأعيد مرة أخرى الدورة كاملة حتى جاء بقانون هختم حالا فعلا. ونفس الحكاية في قانون دار الإفتاء برضو دخل في البرلمان، ويعني وقانون يدعو إلى استقلالية تمكن هذه الهيئة من استكمال دورها في تجديد الخطاب الديني، استغرق وقتا طويلا انتهى إلى أنه برضو تدخل كريم ومهم وتاريخي أن الرئيس السيسي أصدره في مرسوم قانون. وإحنا بنتكلم الجملة الأخيرة فيما يخص حجر أساس الاستراتيجية، في ظني أنه إحنا محتاجين بقوة نقطتين، يعني إحنا بنتكلم على من 21 ل26 خمس سنوات، أنا أتصور أن إحنا محتاجين تحرك الخمس ساعات الأولى أو الخمسة أيام الأولى على مستوى التشريع فيما يخص مادة الحبس الاحتياطي. وأعتقد أنه مادة الحبس الاحتياطي كان بيمليها ظرف شديد التعقيد وشديد التهديد، وكان في إرهاب وموجات إرهاب تسمح أنه يعني بقبول فكرة التعديل التشريعي، إنما الآن والدولة المصرية بتستعيد قوتها وعافيتها، دولة قادرة ومتمكنة، دولة صلبة. أعتقد أنه يعني مراجعة إطلاق
الحبس الاحتياطي ضرورة حقيقية. النقطة الأخيرة والحجر الأساس، الخمس ساعات الأولى أو الأيام الأولى أو الخمس شهور الأولى للخطة الخمسية أو الاستراتيجية الخمسية، هو مادة ازدراء الأديان. مادة ازدراء الأديان مادة تشريعية مقيدة لحرية الاجتهاد وحق الاجتهاد، بتستخدم لصالح مصادرة ومحاسبة للآراء والأفكار اللي بيقدمها باحثون ومفكرون الإسلاميون. وأظن أن تجديد الخطاب الديني يقتضي حتما أن إحنا نطلق العقول والأفكار، ولا نسمح بكهنوت أو حزبة تحول كل اختلاف الرأي وجدل حول فكرة دينية إلى تهمة بازدراء الأديان وتبقى سيف على رؤوس وأقلام المفكرين. أشكرك جدا.